سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اتصلنا بسر حين أشرك محيا جمع فيه اجتمعنا به وفزنا برؤيا جمع فينا ظهر واسمه ورسمه ومعنا لا في الدنيا وبشراه في أخرى من جزيل العطاء عين العنايات ترعى من حضر فيه لا شك أنه أسعده مولى لا من فضل ذا الجود رجوا والوسيلة لنحمد واسع القدر والجاه غني أحمد بذكر اسمه وكرر سجايا غني يا باب قي ذكرني أيام لقيا لا بسط خير في الأكوان إلا برحمة لا ولا أشرقت شمس سوى من محيام الحمد لله رب العالمين.